بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم وأنا أتقدم إليكم بأحر التمنيات وأعرب عن اعتزازي بالمشاركة في الدورة 32 لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لأصحاب المؤسسات حول موضوع المؤسسة واللامركزية الديناميكية والفرص المتاحة. وأود بهذه المناسبة أن أثمن اختيار موضوع هذه الندوة، منوها بالبرنامج الثري الذي قدمته منذ حين والمتنوع والذي يبرز تفاعل منظمي هذه الدورة مع موضوع اللامركزية الذي يعد خيارا دستوريا وخيارا استراتيجيا. ويجسد عقد أيام المؤسسة التي أصبحت من التقاليد الراسخة في أنشطة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تعبيرا قويا عما تكتسيه المؤسسة الاقتصادية من أهمية في خلق الثروات والاستثمار واستيعاب الكفاءات، وعلى حرصنا جميعا على تيسير انصهارها في الاقتصاد العالمي وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها حتى تبقى دوما القوة الدافعة للتنمية. حضرات السيدات والسادة، لقد جعل دستور الجمهورية الثانية من اللامركزية أحد أسس التنظيم الإداري والسياسي لتونس، وأفردها بالباب السابع من الدستور المخصص للسلطة المحلية. وأود بهذه المناسبة أن أؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية ماضية قدما في استكمال تركيز مؤسسات الدستورية، وخاصة من خلال توفير متطلبات تفعيل الدستور في جانبه المتعلق بالسلطة المحلية، وتوفير متطلبات تنظيم الانتخابات البلدية المبرمجة في 2018، إيمانا منا بأن الشأن المحلي رافد أساسي من روافد التنمية الوطنية الشاملة. السيدات والسادة، وعيا من حكومة الوحدة الوطنية بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري وبضرورة التعجيل بتركيز مجالس بلدية منتخبة تحظى بالشرعية اللازمة لتسيير شؤون متساكنيها بالنجاعة والفعالية المطلوبة، تم إقرار التصورات المتصلة بتفعيل مسار اللامركزية. وتندرج هذه التصورات في إطار مقاربة تشاركية ووفق تمشي مرحلي يأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين والإمكانيات المتاحة للدولة. ولهذا الغرض تم إعداد قانون أساسي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، يقع حاليا مناقشته صلب اللجنة المختصة في مجلس نواب الشعب، وذلك بعد أن تمت المصادقة على القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية وتعميم النظام البلدي بإحداث 86 بلدية جديدة تضم تقريب 3.5 مليون مواطن. وحرصا على مزيد إعداد الأرضية اللازمة والملائمة لتركيز المجالس البلدية المنتخبة، تقرر خلال مجلس وزاري مضيق منعقد في شهر أكتوبر الماضي بتحمل الدولة للديون المتخلدة بذمة 64 بلدية تشكو صعوبات ديون لفائدة المؤسسات العمومية في معظمها في حدود مبلغ 100 مليون دينار يتم تسويتها دفعة واحدة سنة 2018، مما سيمكن من تخفيف الأعباء المحمولة على البلديات المعنية ومن تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين وتجديد قدراتها على توفير التمويل الذاتي المستوجب لإنجاز برامجها الاستثمارية المقبلة. كما دعيت وزارة الشؤون المحلية والبيئة لمراجعة مقاييس توزيع المال المشترك للجماعات المحلية بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية بهدف ملائمتها مع واقع تعميم النظام البلدي من جهة، وتوفير موارد مالية إضافية للبلديات التي تمر بصعوبات هيكلية. وتم بمشروع ميزانية الدولة المعروضة من مجلس نواب الشعب الترفيع في تحويلات الدولة المخصصة للجماعات المحلية بعنوان المال المشترك من 390 مليون دينار سنة 2017 إلى 430 مليون دينار سنة 2018. ويجري العمل حاليا على استكمال التركيز الفعلي للبلديات الجديدة وتوفير التمويلات الضرورية لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة 86 بلدية المحدثة جديدا وال 187 بلدية التي تمت توسيعة حدودها. وهذا البرنامج في أفق 2020 خلال المخطط 2016-2020 بكلفة جملية تفوق 750 مليون دينار. كذلك شرعت البلديات التونسية خلال المخطط 2016-2020 في اعتماد منظومة استثمارية جديدة
عبر تنفيذ ما يسمى ببرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بمبلغ 1220 مليون دينار، منها 430 مليون دينار بعنوان مساعدة من الدولة. ويهدف هذا البرنامج بالتنسيق مع البنك الدولي إلى التقليص من التفاوت الجهوي من ناحية، وإلى تدعيم البنية التحتية بالمدن من ناحية أخرى. ومن أبرز ملامحه إسناد منحة الدولة على أسس ومقاييس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار عدد سكان البلديات وطاقتها الجبائية مع اعتماد مؤشرات التنمية المحلية. السيدات والسادة الحضور، لقد نجحت تونس في تركيز الأسس الرئيسية لمؤسساتها الديمقراطية من خلال انتخابات 2014، ونقف اليوم أمام تحدي جديد يتمثل في فسح المجال أمام المواطنين لاختيار مجالس بلدية منتخبة تعبر عن إرادتهم وتتولى التصرف في شؤونهم المحلية وفق مبدأ دستوري هام، وهو مبدأ التدبير الحر طبقا لمقتضيات الباب السابع. وإن إرساء اللامركزية عملية مكملة لمسار الانتقال الديمقراطي، وتفتح آفاقا جديدة لتطوير حياة المواطنين أينما كانوا، وتؤهل مدننا للعب أدوار تنموية جديدة في ظل منظومة تشريعية متطورة وبمسؤوليات أوسع وموارد مالية وبشرية هامة في ظل مبادئ الحوكمة الرشيدة ومشاركة مجتمعية أكثر وزنا في أخذ القرار المحلي، وهو ما يقتضي تكاثف الجهود خلال المرحلة القادمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي. حضرات السيدات والسادة، نأمل أن تسهم المجالس البلدية المقبلة بشكل فاعل وناجز في رفع الرهانات التنموية التي تعيشها تونس وإدارة الشأن المحلي بكل اقتدار وتمييز لترتقي إلى مستوى انتظارات المواطنين وتطلعاتهم، من أجل تعزيز مقاومات الديمقراطية المحلية بكافة المدن التونسية. وقد تضمن مشروع مجلة الجامعات المحلية عديد الصلاحيات الجديدة التي من شأنها أن تدفع بالعمل التنموي والاستثمار على المستوى المحلي. ومما لا شك فيه أن ما سيتخلل لقاؤكم اليوم من نقاشات سيمكن من تقديم اقتراحات مهمة من شأنها تعزيز دور الهيكل المركزية في دعم المؤسسة الاقتصادية المولدة للثروة ولمواطن الشغل. أتمنى لكم النجاح في أعمالكم، وأن يؤكد لكم أن صدورنا رحبة لتلقي كل ملاحظاتكم واقتراحاتكم، ولن ندخر أي جهد في أن تحظى توصياتكم بالعناية اللازمة والمتابعة الجادة من قبل الحكومة. أتوجه لكم بالشكر مرة أخرى على مشاركتكم وحسن إصغائكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.